أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وهذه الجولة من الآن والتي نبدأها مع حضراتكم بآخر الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا. فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 769 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 171,542 حالة حتى اليوم. أوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 1,032 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملية للفيروس، ولافتا إلى وفاة 63 حالة جديدة. ذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر هو 228,584 إصابة، من ضمنهم 13,402 حالة وفاة. وينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور أحمد جودة الجزار، أستاذ الأمراض الصدرية وعميد كلية الطب جامعة بنها الأسبق. دكتور أحمد، بعد التحية دعني أسأل حضرتك أو أبدأ أسئلتي بسؤال فضولي. من أين يعرف أن ذروة الفيروس ستحل في التوقيت الفلاني؟ يعني كثيرا ما سمعنا هذه العبارات، أن الذروة متوقع أن تكون في التاريخ كذا وكذا وكذا. دكتور أحمد. أيوة، السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام يا دكتور، صباح الخير وحضرتك طيب. أسأل حضرتك عن ذروة انتشار الفيروس، من أين تعرف هذه الأمور؟ بص دكتور، في يعني أماكن علمية بتعمل الاكسبكتيشن أو التوقعات، يعني الجامعة التكنولوجية في سنغافورة، يعني دي يعني كلامها صح، لأن خدناه من السنة اللي فاتت، يعني في شهر 3 طلع التوقع وقالت حددت طبقا للمعدل عدد السكان في كل دولة ومعدل الاصابات في الوقت ده في شهر 3، وقالت والله مصر انا قريت التقرير وقتها ان مصر توصل للذروه في شهر 6 7 السنه اللي فاتت الكلام ده، وبعدين تستمر شويه وبعدين تنزل في شهر 9 10. نفس الكلام، دي التوقعات بتيجي منين؟ من الاماكن اللي هي يعني العلميه بدوكيمنت موجود في الاماكن دي. فده التوقع، يعني التوقع دلوقتي احنا بنقول ان احنا دلوقتي في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي ان احنا ما التوقعات على اي اساس يا دكتور؟ يعني هو ده السؤال. الاساس ده بيجي منين؟ من بقول لك يعني على حسب عدد السكان في كل منطقه وفي كل دوله ومعدل الاصابات اليومي، بحيث بيقدروا يعملوا معدلات احصائيه يقول والله بالمنظر ده كده متوقع ان لو ما فيش اجراءات احترازيه بالطريقه واتباع الاجراءات الاحترازيه الكامله، ان المتوقع ان في شهر 6 7 مثلا هتوصل لقمه الذروه للموجه الثالثه دي. خلي سيادتك، ده توقع من هذا المنطلق يعني. نعم. في اماكن دول ثانيه بيقولوا والله الدول ديت فيها دلوقتي تم التطعيم، مثلا دول جارنا التطعيم 100% من عدد سكان الدوله، فبالتالي مطول نسبه الاصابات فيها حاليا صفر، فديت يبقى هي كده في الكيرف مستقيم ومش هيوصل لذروه ثاني. خد بالك، التوقعات بتيجي بناء على هذا الاساس، معدل التلقيح والتطعيم في الدوله دي تم بمعدل قد ايه، كم في الميه من عدد سكان الدوله، وفي نفس الوقت معدل الاصابات اللي مشتك اعلنت في الخبر دلوقتي، معدل الاصابات مثلا امبارح 1032 يعني عدد السكان مثلا 100 مليون، يبقى معدل الاصابات كذا في الميه، فبيتوقع الذروه ديت بالمعدل ده ويحسب بقى معدل الاصابات في خلال مثلا اسبوع. والله في خلال الاسبوع اللي فات ده كله المعدل الاصابات المنحنى طالع ولا نازل، يبقى المتوقع في الفتره اللي جايه ازاي. ده يعني بناء على اساس علم التوقعات دي. طيب أين نحن الآن؟ وخاصة أن يعني الموضوع أصبح مختلف بين الأشخاص، هناك من يتخوفون بشدة وهناك من لا يهتمون نتيجة لأنهم أصيبوا بحالة من حالات الملل، يعني دعنا نقول إنها حالة من حالات الملل. أيوة. أين نحن؟ طول الفترة بيخلينا يعني زي ما سيادتك بتقولي كده فعلا، في ناس عندها الخوف وده الكويس، يا ريت يعني احنا، لأن فعلا التحور الحارس حاليا ومعدل الاصابه دلوقتي عالي جدا، والفيروس الموجود دلوقتي شديد الانتشار، بمعنى لو فرد في اسره واحده بيصاب ما كانش احترازيه كامله جدا، بتلاقي الاسره كلها اصيبت بما فيها الاطفال. يعني احنا في السنه اللي فاتت ما شفناش معدل الاصابات في الاطفال اللي بنشوفه دلوقتي، بدنا نشوف اطفال دلوقتي 4 سنين و5 سنين وفرض في الاسره اصيب الطفل بعد 4 5 ايام عمال يكح، وان تعمل الاشعه اللي هي الاشعه الطفل اللي هو ما كناش بنشوفها قبل سن 10 11 سنه، لا دلوقتي بنشوف في 3 سنين و4 سنين و5 سنين و6 سنوات اصابات كورونا واضحه جدا في الاطفال السن الصغير. يبقى الفيروس الحادث دلوقتي او التطور اللي هو التحور الحادث دلوقتي شديد الانتشار وشديد الاصابه، وان ما كناش هناخد بالنا ونحط الامور في الاعتبار كويس قوي
اللي هم الفئه الثانيه اللي انت بتقولي في ناس واخد الامور باستهتار، وان الامور يعني هو انه طول الفتره احنا بقى لنا سنه ونص دلوقتي الناس بدات تحس بنوع من التراخي. لا، الامور لازم تتاخذ بحذر شديد جدا. اللي عليه الدور في التطعيم يروح يتطعم، في ناس بتسجل وما يروحش واخد رسالتك، وفي ناس ما بتسجلش من اصل ويقول لك لا التطعيم ملوش لازمه، انا كل يوم بيجي لي اكثر من 100 تليفون والله احنا سجلنا، طب نروح ولا ما نروحش، هو التطعيم له فايده ولا ملوش، طب اصل فلان خد التطعيم وجات له الاصابه. يا اخوانا لا، اما ممكن يكون كان هو راح يتطعم في فتره الحضانه، يعني هو كان اصيب اصلا خد العدوى بس لسه ما كانش عنده اعراض. طيب لو واحد بالفعل تلقى التطعيم في الوقت اللي هو اصلا فعلا بقى مصاب بكورونا لكن لم تظهر عليه الاعراض حتى الان، تمام، بتكون حالته الصحيه ايه بعدها؟ هو طبعا بتبان عليه الاعراض، يعني هو اتطعم النهارده وبعد ثلاث اربع ايام بدات تبان الاعراض. لسه طبعا التطعيم ما اشتغلش، ما نظلمش نقول ده الاعراض كانت شديده او الاعراض بسيطه، هو لسه ما بانش اجسام مضاده. التطعيم عشان يشتغل وتبان الاجسام المضاده اللي هي تحد من شده الخطوره وشده الاعراض مش اقل من 21 يوم، وبعد الجرعه الثانيه جرعه التعزيز، تمام. فهو لكن هو النهارده بعد التطعيم باسبوع جات له الاصابه، هي جات له الاصابه اللي هو كان اصلا في فتره الحضانه بتاعتها، فتره الحضانه بتكون من 3 ايام ل 11 يوم، يعني ممكن واحد يبان عليه الاعراض بعد 4 ايام من الاصابه، وواحد تبان عليه الاعراض بعد 11 يوم من الاصابه. واخد بال سعادتك؟ فبالتالي ما اقدرش اقول ان اللي هيتطعم الاعراض هتبقى بسيطه، او الاعراض لما خد التطعيم وجات له على حسب شده الاصابه اللي جالها اللي خدها، يعني وعلى حسب الفتره الزمنيه فيما يتعلق بانه تلقى التطعيم في اي مرحله من مرحله اصابته بالمرض. بالظبط كده، نعم. تمام، نعم، وضحت الفكره. دكتور احمد جوده جزار، استاذ الامراض الصدريه، جامعه بن وعميد كليه الطب جامعه بنها الاسبق، جزيل الشكر لحضرتك.